شفتوا هذا البلت؟ احبه انا من اربن ديكي اللي هو اسمه هيت. سووا منه ميني، حطوا فيه احلى الالوان او اهم الالوان اللي موجوده في البلت. سووا منه بلت صغير خطير كتكوت. سويت بوكس حق شغل اليوم، هذا البوكس بس حق توتوريال اليوم، حطيت فيه كل الادوات المهمه اللي انا ابي استخدمها وصار موجود في هالبوكس. هذا الفاونديشن مالنا اليوم. اليوم درسنا ما راح يصير تركيز على الفاونديشن، شلون نخلي البشرة شكلها صحي ونركز على العين أكثر. اليوم استخدمنا عدسات حق حنان من أمارة اسمهم آش غري. كنترناها الحين بندمج كل الفرش اللي قاعد استخدمهم. حطيت لها كونتور على عينها شويه، سحبت عينها. عين حنان مسحوبة لفوق، فش قاعد نسوي؟ يعني ننزل الآي لاينر، نخلي العين شكلها ناعسة ونرد نطلعها لفوق. طبعا ما ندري شنو نختار حق حنونة من حمر ذا بالم. حنان نود نحط. راح احط لها التوبر بالنص بس عشان قلت لكم اللي هي إضاءة الشفايف، عشان نكبر الشفايف. بعدين تالي بحط لها الماجيك جلوس على كل شفايفها. سوينا شوية كذي برونز وجولد وأورنج، بنزيد على هذا اللوك، بنخففه ونكحل العين وراح نسوي لوك ثاني.